أثناء مغادرتها لأحد مباني جامعة كولومبيا التي تلقي فيها المحاضرات، قررت مجموعة من الطلاب الذين يعارضون حرب إسرائيل على غزة إلقاء الانتقادات اللاذعة نحو هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. بدءاً بجملة عار عليك، مروراً بتلك التي اتهموها فيها بدعم الإبادة الجماعية، ووصولاً إلى اللافتات التي كتب عليها يدا كولومبيا ملطختان بالدماء. هكذا استقبل الطلاب مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة الداعمة لإسرائيل أثناء مرورها بجانبهم، حيث يأتي ذلك بعد شهر تقريباً على احتجاج نفذه مجموعة من الطلاب خلال محاضرة لها بعد رفضهم للموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.